ورجعنا لكم مرة تانية بنجدد التحية. إذا إحنا عرفنا يعني إيه مول، وأنا كطالب إزاي أحسب كتلة المول، وعرفنا إيه هو عدد أفوكادرو. طيب عدد المولات عبارة عن كتلة المادة على كتلة المول منها. عدد المولات عدد الذرات او الجزيئات او الايونات على عدد افوجادرو. عدد افوجادرو دي قيمه انا كطالب حافظها، لا تعطى في المساله. سبق وقلت ان في المساله بيديني قيم كتل اوزان الذرات، انا كطالب غير مطالب بحفظها، ولكن قيمه عدد افوجادرو لا تعطى في المساله. انا عارف ان عدد افوجادرو هذا العدد الثابت يساوي كام؟ ها؟ اسمع، برافو، 6.2 في 10 اس 23. طيب انا عاوز انتقل لمسائل تطبيقيه على هذه المفاهيم العلميه، لكن انا مش هحل بطريقه المثلث، توجد اكثر من طريقه للحل، لكن انا هحل بطريقه طالب فاهم كيمياء. في مثال عندي بيقول لي احسب كتله 5 مول من الماء، ثم احسب عدد مولات 54 من الماء. هو في المساله مديني قيم كتل اوزان الذرات، الاو ب 16 والاتش بواحد. يا ابني انا عشان احل المساله لابد احط في اعتباري حاجه مهمه جدا، ان شرط اتقان العلم هو اتقان اللغه. لابد ان انا استنتج المعطى والمطلوب، انا عارف هو مديني ايه وعايز ايه، عشان احدد القانون او احدد المفهوم العلمي اللي انا هشتغل بيه، وبعد كده اعوض واكتب الوحده او التمييز. دي عباره عن جزئيتين في مساله واحده. طيب بيقول لي احسب كتله 5 مول من الماء. انا عارف ان 1 مول من الماء اللي صفته H2O كتلته 18 جرام. طب انا عرفت يا مستر ازاي كتله الماء 18 جرام؟ اقول له قال لي ان الاو 16 والاتش بواحد، انا عندي 2 اتش، يعني 2 × 1 = 2، واو ب 16 اما اجمع يبقى 18 جرام. اذا كل مول من الماء كتلته 18 جرام، يبقى 5 مول من الماء كتلته سين. هي القصه قصه ايه؟ نسبه وتناسب. المول كتلته 18 جرام، طب لو نص مول تبقى 9 جرام، طب لو ربع مول تبقى 4.5 جرام، طب لو 5 مول انا مش قادر احسبها، قلت 90 جرام بالمقص انا هجيبها. ولذلك 1 مول من الماء كتلته 18 جرام، يبقى 5 مول من الماء كم كتلته؟ 90 جرام. طرفين في وسطين، المضروب مقسوم، يبقى س دي عباره عن ايه؟ كتله 5 مول من الماء، اللي عباره عن ايه؟ 18 × 5 على 1 هتساوي 9 جرام. ده كده كان عباره عن اول جزئيه من المساله، احسب كتله 5 مول من الماء. قال لي ثم احسب عدد مولات 54 جرام من الماء. هو عكس الموضوع، هو كان عاوز كتلة عدد من المولات، هو بقى عاوز عدد مولات كتلة معينة من الماء. نفس القصة، أنا برضو عندي 1 مول من الماء كتلته 18 جرام، يبقى كم مول كتلة 54 جرام؟ مول من الماء كتلته 18 جرام،
يبقى ال 54 جرام يمثلوا كم مول؟ اذا س اللي عباره عن عدد مولات 54 جرام من H2O برضه مقص الطرفين في وسطين، يبقى اذا انا هضرب ايه؟ 1 في 54 على 18. احنا نعتبر ان المضروب مقسوم، اذا عدد مولات 54 جرام من الماء تساوي كام؟ 3 مول. ننتقل الى مسألة اخرى، لكن انا عاوز اعود بقى حبايب قلبي ابنائي وبناتي، كشكول كيودار. انا مش كل مسألة هحلها، احنا حلينا المسألة عرفنا ايه فكرتها، نبتدي المسألة التانية احنا نطبق في البيت مع بعض. طب انا هعتبر ان احنا اساسا بنطبق هذه المسألة. بيقول لي احسب الكتلة بالجرام الموجودة في 2.61 مية مول اول اكسيد الكربون. هنحلها كده نظريا. هو مديني السي ب 12 والاوب 16. هو عاوز ايه؟ 2.61 مية مول من اول اكسيد الكربون. كتلته قد ايه؟ قال لي الله يا مستر، ما هو نفس القصة. هحسب كتلة مول من سي او. السي ب 12 والاوب 16 يبقى كتلة المول من السي او ب 28 جرام. الله، يعني واحد مول من اول اكسيد الكربون كتلته 28 جرام. طب هو عاوز ايه؟ هو عاوز الكتلة بالجرام الموجودة في 2.61 من 100 مول. يبقى 2.61 من 100 مول تمثل كام جرام؟ مقص ونفس القصة، وهنكمل المسألة بنفس الكيفية. إذا المسألة رقم 2 ما هي إلا تطبيق لنفس الفكرة بتاعت المسألة رقم كام؟ 1. إذا أنا اعتمدت على مفهوم المول وكيفية حساب المول. طيب في رقم 3 احسب عدد جزيئات 2.1 مول من ثاني اكسيد الكربون. احسب عدد جزيئات 2.1 مول من ثاني اكسيد الكربون. طب بص بقى معايا وركز. اول ما اشوف المساله ذره او جزيء او ايون، على طول يتبادر الى ذهني ايه؟ ها؟ برافو، عدد افوجادرو اللي هو كام؟ 6.2 من 100 في 10 اس 23. طب هو بيقول لي احسب عدد جزيئات 2.1 مول من ثاني اكسيد الكربون. انا اعتمدت الى معلومه احنا قلناها ان المول من اي مادة يحتوي على عدد افوجادرو من الجزيئات. واحد مول من ثاني اكسيد الكربون يحتوي على عدد افوجادرو من الجزيئات، يحتوي على 6.2 من 100 في 10 اس 23 جزيء. يبقى كل مول من سي او 2 يحتوي على عدد افوجادرو من الجزيئات. طب هو طالب مني ايه؟ بيقول لي احسب عدد جزيئات 2.1 مول. يبقى 2.1 مول من سي او 2 يحتوي على كم جزيء؟ المقص ايه بتاعنا؟ اذا س اللي عباره عن عدد جزيئات 2.1 مول من سي او 2 اللي عباره عن 2.1 في 6.2 من 100 في 10 اس 23 على 1. ده بالنسبة لحل المسألة رقم 3. إذا أنا ما استخدمتش المثلثات، ولو طالب قال لي أنا عايز أحل بطريقة المثلث أو بطريقة صحيحة عادي خالص. بيقول لي احسب عدد جزيئات 2.1 مول. طب ما أنت عارف أساسا أن في المقص بتاعنا أو في المثلث بتاعنا إن عدد المولات بيساوي عدد الذرات او المزيئات
او الايونات على عدد ابو جدري. يعني انت لو قسمت عاوز هو عدد الجزيئات، عدد الجزيئات هيساوي عدد المولات في عدد ابو جدري. انا عندي 2 من 10 مول اضربه في عدد ابو جدري على طول. في المساله وفي المثال رقم 4، في مثال 4 بيقول لي احسب عدد الذرات الموجوده في 46 جرام من فلز الصوديوم. احسب عدد الذرات، احسب عدد الذرات الموجوده في 46 جرام من فلز الصوديوم، وبين قوسين انا كاتب ان ايه بتساوي 23. انا مش هحلها، نفس الفكره نفس الفكره. اذا احنا اعتدنا ان في بقى كشكول كيرو دار، اللي الطالب بيه متابعني هو بيطبق نفس الفكره اللي احنا حليناها. هو عاوز عدد الذرات الموجوده في 46 جرام من فلز الصوديوم. طب انا عندي فلز الصوديوم اللي ايه كتلته 23 جرام بكتله المول، وهو كتله عدد افوجادرو اللي عباره عن 6.2% في 10 اس 23. يبقى اذا ال 46 جرام كتله كام ذره؟ طبق نفس الفكره اللي احنا قلناها في المثال السابق. ننتقل الى مثال اخر بيقول لي احسب عدد جزيئات، احسب احسب عدد جزيئات 16 جرام من ثاني اكسيد الكبريت. برضو اعطى ليا قيم كتل اوزان الذرات، الاس ب 32 والاو ب 16. هو عاوز عدد جزيئات 16 جرام من اس او 2، 1 مول من اس او 2 كتلته كام؟ طالب بيقول لي انا متذكر لما كنا بنعرف المول قلنا هو الكتلة الجزيئية من مادة معبرا عنها بالجرامات، وإذا كانت هذه المادة جزيء مركب أنا بجمع كتل أوزان الذرات. طيب الكبريت وزنه 32 وعندي 2 أو، الأو 16، هقول 2 في 16 عشان اجيب كتلة ال 2 او، يبقى اذا هجمع كتلة الكبريت على كتلة الاكسجين تطلع 64 جرام. يبقى كل واحد مول من ثاني اكسيد الكبريت كتلته 64 جرام، وهذه الكتلة المولية هي كتلة عدد افوجادرو اللي هو 6.2% في 10 اس 23 جزيء. طب هو عاوز ايه؟ بيقول لي احسب عدد جزيئات 16 جرام من اس او 2. يعني 16 جرام تمثل كتلة كم جزيء؟ س جزيء. يبقى س ديت اللي هي عبارة عن عدد جزيئات 16 جرام من اس او 2، برضه طرفين في وسطين. إذا السين عبارة عن إيه بقى؟ 16 في 6.2% في 10 أس 23 على 64، نحسب وتطلع الوحده بالايه؟ بالجزيء. اذا اصبحت المسائل بالنسبه للطالب بتعتمد على طالب فاهم معلومه. انا عندي المول من ثاني اكسيد الكبريت حسبت كتلته الموليه، وعندي المول من ثاني اكسيد الكبريت بيحتوي على عدد افوجادرو من الجزيئات. إذا الكتلة المولية هي كتلة هذا العدد. هو عاوز عدد جزيئات 16 جرام. الله، يبقى 16 جرام يمثلوا كتلة كام جزيء؟ ننتقل إلى بعض المسائل اللي الطالب هيحلها بنفسه. برضه بنكرر
في كشكول كايرو دار. في المثال رقم 6 بيقول لي كم موداً من الرصاص توجد في 41.4 جرام منه، وكم عدد ذرات الرصاص التي تحتويها هذه الكتلة من الرصاص؟ لابد ان انا ادي او اعطي للطالب قيمة الكتلة الذرية للرصاص اللي هي 207 جرام. ده برضو موجود بالنسبة للطالب هيحله. مثال 7، احسب كتلة 3×10^20 ذرة من الصوديوم، علما بان ان ايه بتساوي 23. معنى ان ايه بتساوي 23 يعني ايه؟ ان ال 23 دي عبارة عن ايه؟ قيمة الكتلة الذرية للان ايه؟ يعني كتلة المول من الان ايه بتساوي كام؟ 23. انا لما جيت اتكلم عن المول وعدد افوكادرو قلت مول ذرة عبارة عن كتلته الذرية، وهذه الكتلة مش كتلة ذرة، ده كتلة مول ذرة، يعني كتلة عدد افوكادرو من الذرات. مثال تطبيقي جميل جدا يقيس فهم الطالب. يقول لي ايه؟ احسب كتلة ذرة واحدة من الكالسيوم. شرط اتقان العلم اتقان اللغة. احسب كتلة ذرة واحدة من الكالسيوم. وقال لي بين قوسين ان السي ايه بتساوي 40. هل ال 40 دي كتلة ذرة من الكالسيوم ولا الكتلة المولية للكالسيوم؟ تمام، الكتلة المولية للكالسيوم. وانا عندي مول كالسيوم يحتوي على عدد افوكادرو من الذرات. اذا ال 40 جرام هي كتلة عدد افوكادرو. ال 40 جرام هي كتلة 6.2×10^23. هو في المسألة طالب مني احسب كتلة ذرة واحدة من الكالسيوم. اذا هقول له كتلة ذرة واحدة من الكالسيوم قسمت كتلة الكتلة المولية اللي عبارة عن كتلة عدد افوكادرو على عدد افوكادرو، فتديني كتلة ذرة واحدة. ده كده كان لمجموعة متنوعة من المسائل التطبيقية على المول وعلى عدد افوكادرو. طيب في مسائل عشان انا احلها وعشان انا اعمل حساب كيميائي صحيح، احنا قلنا فيما سبق درسته ان المعادلة الكيميائية الموزونة تعتبر هي اساس الحساب الكيميائي الصحيح. يعني في مسائل هيديني فيها المعادلة موزونة اقول مشكورا وفرت عليا ان انا اكتب المعادلة واوزنها، وفي مسائل انا اللي هكتب المعادلة وانا اللي هوزنها عشان اقدر اعمل حساب كيميائي لكن مش هيخرج عن معادلة من المعادلات التي تم دراستها. طيب احنا هننتقل الى نوعية اخرى من المسائل والتي تعتمد على المعادلة الكيميائية الموزونة. بيقول لي ايه؟ احسب عدد جزيئات بخار الماء الناتجة. احط خط تحت كلمة الناتجة ديت، يعني الماء ده ناتج من تفاعل 1/10 جرام من الهيدروجين مع كمية كافية من الاكسجين.
والله هو في المسألة اداني المعادلة اللفظية، وانا ما علي الا ان انا احول المعادلة اللفظية الى معادلة رمزية موزونة. تاني، هو في المسألة اداني المعادلة ولكن في صورة لفظية، هو بيقول لي احسب عدد جزيئات بخار الماء الناتجة، يعني الماء عبارة عن ناتج. قال لي من تفاعل 1/10 جرام من الهيدروجين مع كمية كافية من الأكسجين. إذا أصبحت المواد المتفاعلة هي هيدروجين وأكسجين، والمادة الناتجة هي الماء. طيب، كتبنا المعادلة، ويجب أن تكون المعادلة معادلة موزونة، لأن إحنا قلنا أساسا أن المعادلة الكيميائية الموزونة هي أساس الحساب الكيميائي الصحيح. 2H2 بلس O2 إيكوال 2H2O، يعني 2 مول من الهيدروجين تفاعل مع مول أكسجين نتج 2 مول من بخار الماء. طيب، في المسألة ديت أنا عايز أتعرف على مادة مجهولة بدلالة مادة معلومة باستخدام المعادلة الموزونة. الله، كيفني يا ابني الكيمياء دي، كيف كيف علم مش كيف حاجة تانية. تاني معايا، أنا عايز أتعرف على مادة مجهولة بدلالة مادة معلومة باستخدام المعادلة الموزونة. يعني المعادلة الموزونة المكتوبة عندي أو اللي أنا عملتها من خلالها أنا هتعرف على مادة مجهولة باستخدام مادة معلومة. طب منطقي كده، بيقول لي ما عدد جزيئات بخار الماء تحت بخار الماء؟ قلت سين جزيء. النتيجة من تفاعل 1/10 جرام من الهيدروجين. أنا ماليش علاقة بالأكسجين، أنا في المعادلة بتعامل مع حاجتين، مع المادة المجهولة والمادة المعلومة. هو عاوز عدد جزيئات بخار الماء الناتجة من تفاعل 1/10 جرام من الهيدروجين. أنا حطيت 1/10 جرام تحت الهيدروجين وتحت بخار الماء، قلت س جزيء. طيب، هعمل إيه في المعادلة الموزونة؟ أنا هحسب كتلة الهيدروجين بالجرامات. طب أنا عندي 2H2 يعني عبارة عن 4H والH بواحد، إذا 4 جرام. طب 2 مول ماء تمثل كام جزيء؟ طالب يقول لي 2 جزيء، أقول له كده ما أنت ما فهمتش. هو 2 مول من الماء عبارة عن 2 جزيء؟ مول جزيء يعني إيه؟ ها؟ عدد أفوجادرو. إذا إحنا قلنا طالما شفت كلمة ذرة أو جزيء أو أيون على طول أتذكر عدد أفوجادرو. إذا ما عدد جزيئات 2 مول من بخار الماء؟ هيقول لي 2 × 6.2 × 10³. الله، يبقى طبقا للمعادلة الموزونة كل 4 جرام من الهيدروجين تنتج 6.2 × 10³ × 2، او 2 × 6.2 × 10³ جزيء. يبقى 1/10 جرام من الهيدروجين ينتج كم جزيء ماء؟ على طول المقص بتاعنا المضروب مقسوم، يبقى س دي عبارة عن عدد جزيئات 1/10 جرام من الهيدروجين، يعني 1/10 × 2 × 6.2 × 10³ × 4 هيساوي جزيء. طبعا احنا هنحسب دي على الآلة بتاعتنا، اذا لابد ان انا اكتب الوحدة او التمييز. طب في مثال رقم 10 اللي انا سايبه مجهود للطالب، برضه في كشكول كيرو دار
اللي احنا هنعتاد عليه. بيقول لي احسب عدد ذرات الكربون الموجودة فيه مول جلوكوز. الله، بالله عليك، بالراحة بقى كده معايا، واحدة واحدة. مول من سكر الجلوكوز ده عبارة عن C6H12O6. انا هقولها بالراحة قوي وبمزاج وبكيف مع بعض. سكر الجلوكوز C6H12O6 ده عبارة عن مول جزيء مركب. بيتكون من ايه؟ المول من المركب بيتكون من اتحاد مولات من العناصر. قال لي يعني يا مستر سكر جلوكوز اللي هو C6H12O6 عبارة عن 6 مول كربون بتتحد مع 12 مول هيدروجين بتتحد مع 6 مول اكسجين. الله. طب هو قال لي احسب عدد مولات الكربون في سكر الجلوكوز ولا قال لي احسب عدد ذرات الكربون في سكر الجلوكوز؟ قال لي احسب عدد ذرات الكربون في سكر الجلوكوز. طب سكر الجلوكوز يحتوي على 6 مول كربون. الله، يبقى كده هضرب 6 في 6.2% في 10^23. يبقى اذا عدد ذرات الكربون الموجودة في مول جلوكوز هتساوي 6 في 6.2% في 10^23. طبعا انت بتدور معايا وشغال معايا وانا متعمد انك انت كطالب كل حواسك شغالة. انا مش عايزك تبقى مشاهد بس معايا، لا 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 لا، احنا قاعدين فري مع بعض، مسألة محلولة ناقشناها مع بعض، مسألة مش محلولة بنبتدي نناقشها مع بعض، وانت سعادتك متابعني بتكتب ملاحظاتي على حل الايه المسألة. اذا طالما انا حواسي كلها شغالة يبقى كده انا تركيزي عالي جدا، لان المجموع يعني التركيز. التركيز ده عامل مهم جدا ويعتمد على الفهم. طيب بيقول لي احسب عدد ذرات الكربون الموجودة فيه 32 جرام من الميثان. احسب عدد ذرات الكربون الموجودة فيه 32 جرام من الميثان. سي بتساوي 12 واتش بتساوي 1. هنا بقى احنا قلنا ان الكيمياء كيمياء تراكمية، يعني لو الطالب مش عارف رمز الميثان اللي احنا اخدناه في الباب الثالث في موضوع التهجين ان الميثان سي اتش 4 لن يستطيع ان يحل هذه المسألة. طيب انا هسيبكم تفكروا في حل ب في المسألة رقم 10. انتظرونا هنعود لكم مرة تانية.